السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيف زمرد تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. معاد كلفه الحمام او العلفه، زي ما في ناس بتقول، في ناس بتقول كلفه وفي ناس بتقول علفه. طبعا يا جماعه بنطلع احنا دلوقتي في الوقت ده كده اللي هو قبل المغرب، تمام، عشان نطمن على الحمام ونعرف اخباره ايه. الحمام اليومين دولت الجو مريح شويه بسبب الساعه، طبعا اغلب الحصى بيطلع فاضي، بيطلع ما فيهوش حمام كلام من ده، تمام. طبعا احنا بنبقى لازم مستعدين للحاجات دي. بدانا دلوقتي بنعمل انا حاجه، انتوا لو ملاحظين ان الحمام اللي في الارضيه بيزيد كل مره، تمام، بنبدا ان انا نفتح للحمام اللي هو المقفول، تمام. طبعا ده بنبدا نحركه شويه، وطبعا بننسل الحمام الجزء اللي هو بعد الفرخ، يعني مثلا ولنفترض عندنا جوز كده مقفول اهو، تمام، ومعاه زغليله، يعني في جوز هنا مقفول ومعاه زغليله، بنبدا نطلع الزغلول. طالما بدا الزغلول ان هو ياكل اهو، الزغلول بدا ياكل اهو، تمام، بدا ياكل ويعتمد على نفسه، بنطلع الزغلول نرميه في الارضيه، خلاص كده كفايه عليه، تمام. وبنيجي على الاب والام اهو، بنبدا ننسلهم، تمام. ادي الاب والام اهم، بنبدا ننسلهم، تمام. في ناس بتنسل جناح وفي ناس بتنسل جناحين، بس انا بنفضل عشان اول مره هنا في الغيه لسه جديده، تمام، ننسل جناحين، ياخدوا براحتهم قبل ما يطيروا. ادي بنرمي الام اهي، تمام، وادي الذكر اهو، تمام، بنرميه رخو. طبعا هو هينزل يدور على النتايه بتاعته وياخدها يتن معاها، يركزوا بقى على اي مكان هم يحصوا فيه، تمام. ادي اهو هيجي عليا وقت نفتح السلكات دي كلها يا جماعه، ما عدا الحاجات اللي هي زي كده، تمام، دي هنسيبها اهو. تعالوا بقى في السلكه اللي كان فيها الحمام بنعمل ايه؟ بنفتحها عادي خالص طبيعي، تمام، وبنقلب المآكل والمشارب، يعني المأكل والمشرب نقلبه نخليهم مقلوبين اهو على بعض، تمام، وبنسيبها مفتوحه مفتوحة. لو أي جزء من اللي في الأرض واخد بعضه هيطلع يحس في المكان بتاعه، تمام؟ يلا بينا نأكل هنا. طبعًا بكده كل مرة بنزود في الأرضية. طبعًا أنا بنزود في الماكل شوية يا جماعة، يعني عن أي حد. في ناس تحط كوبشه كده، وانا بنحط مثلا كوبشتين اهوت، عارف، نزود في الماكل علشان الحمام اللي بره اي علفه تقع في الارض هو بينقيها، تمام. في ناس بقى بتقول الحمام جعان ومش الحمام جعان، لا، على فكره انا بنعمل كده لسبب، طبعا الحمام كل ما يكون جعان شويه كل ما يكون افضل، وفي ناس كتير في غاية الحمام فاهمين الكلام ده، تمام. طبعا بعد ما نخلص دلوقتي السلكات اللي انا بنعلفها، هنبدا نعلف الارضيه، لان انا بنعلف السلكات الاول وبعد كده نعلف الارضيه عادي. كل ما الجو بيكون احسن كل ما طبعا بيفيدنا في الغيه، ما يبقاش فيه ميه وما يبقاش فيه حاجه زي كده، تمام. وكل ما بنفتح على عدد من الحمام كل ما الحمام بيقدر ان هو يتعامل مع الميه والشتاء والحاجات دي كلها. كده احنا بنعمل ارضيه للغيه وبنعمل كميه حمام يقدر يعتمد على نفسه ويعرف بعضه اهو. Thank you.
كل مرة يا جماعة بنخف بعلفة، تمام، علشان كمان ان بقالنا فترة بصراحة من ساعة ما عملنا الغية هنا بنصرف مصاريف عبيطة جدا على اكل الحمام، لان طبعا الحمام ما بيطلعش، تمام. طبعا كده اكل طبق شيء، طبعا كده الحمام ياكل براحته. الصيف انضف، اي نعم الصيف بيجي بمشاكله بس انضف لحد باذن الله. من على الشتاء الجاي بقى، السنه الجايه باذن الله مشيت ربنا، نكون احنا عرفنا عيوب هنا ايه. ما هو انت لما بتبقى باني مكان او باني غيه او عامل مزرعه كلاب، مزرعه طير، اي حاجه، وتاخد عليها في اول فصل الشتاء بتلاقي اضرار، فصل الصيف بتلاقي اضرار، تبدا ان انت طول ما انت بقى ايه شغال بتعمل ايه؟ تعديلات بقى. يعني الشتاء هيعدي، على داخل الشتاء الجاي باذن الله في نص الصيف كده نبداوا بقى احنا نعرفوا ايه الاضرار اللي كانت بتحصل في الشتاء اللي فات نعملوها. يعني مثلا الميه هنا في المكان ده بتنزل كده، هنعمله حاجه ان هي تحمي السلكات من الجنب ده، تمام. في ميه بتيجي من ورا، وفي البيضات ساعات، البيضات ساعات بينزل فيها ميه، هنحط مشمع ورا هنا ورا السلكات، يبقى ما بين ايه جدار الغيه وما بين السلكه نفسها يحمل يعني باذن الله احنا هنعدله شويه حاجات كده. طبعا على الشتاء يعني بفتره كمان هتبص تلاقي بان انت بقى لك ارضيه حمام هنا، الحمام يطلع ويروح ويجي على المكان، عارف مهما تعدل فيه ما يتغيرش. اكلت هنا الاكل مش هاكل ده، انت ضيعت كميه كبيره من الاكل.
طبعا كده يا جماعه اطمنا على الحمام النهارده، ونقول لكم في الاخر تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب. يا رب تكون الحلقات اللي احنا بننزلها بتعجبكم. تحياتي للجميع، ويكون كل الناس بتستفاد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.